ديال النصب، هاد الناس ماشي ظلمونا بالنصب، تفلوا علينا ضحكوا علينا. يعني شي فاش جينا عندهم قالوا لنا عندكم واحد 4000 درهم غادي تخلصوها. اولا حنا فاش جينا شرينا ما قالوش لنا 4000 درهم، خلوا الناس حتى الدقيقه 4020 درهم، خلونا حتى الدقيقه 90. الناس مشاو عند النوطار باش يسجلوا حفظ، كيقول لي النوطار ما نعطيك حتى شي ورقه تتمشي تجيب لي 4020 درهم. شي الا جاب 4000 درهم بلا 20 كيقول لي سير عاود فيرسي. جبناها بالزمنك لان كاينين الناس كارين، كاينين الناس خصهم يطلقوا الكره ديالهم. سلفناها وتكلفنا وجبنا ودرنا. اولا الموثق ما عندوش حق يلوي درع الناس، هو موثق خصو يضمن لي حقي انا قبل ما نحقه هو، انا اللي غنخلصو. لا دابا دابا لي زاجون سيكيريتي ماشي ما كاينينش، ولكن العدد ما كافيش. راه ما يمكنش، راه ما يمكنش اجون واحد غادي تضرب به شحال من جي اج، راه ما يمكنش. راه حلوا علينا البيبان، راه شحال من باب تحل، راه حنا دايرين بينا الدواوير، راه كتلقاهم داخلين، راه كاع النهار السيكيريتي كيتضاربوا، ولكن راه ما كافيش العدد. حاسه واحد شحال من جي اش ما عندهاش عساس، لي كونتور كيتخونوا ليهم، الناس الشار كيتخون ليهم، العساس واش هو عنده ما كاين لا كاميرا لا والو باش غادي يحضي. نقدروا نقولوا السنديك ضعيف. السنديك ضعيف لان ما عاطينش الفلوس، هاد الناس عاطينه على قد البروموتور كيعطي للسنديك بالقطاره، ما غاديش نبقاو حنا البروموتور. لا البروموتور كيدينا للسنديك باش يكون هو ككاش ريدو ليه، ولكن البروموتور هو اللي شد لينا الفلوس، هو اللي كيعطي بالقطاره. بغيتي شحال من اجون دير لي 10. لا 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 هذوك دير لهم غير 6، دير لهم غير 5 صافي، راه بنادم راه كاين تما راه صافي غير 100. بالايور بالايور من يعطونا التقرير المالي والادبي حنا مخلصينه. جي اش 7 مخلصه، جي اش 1 مخلصه، لي جي اش كلهم مخلصينه قاطعين لي 4000 درهم، وحنا عندنا واحد شحال طالع علينا هذا النهار 500 درهم النهار. او بلايور بلايور دابا شنو كيدوز عندنا؟ كل جي اش كيدوز مره في السيمانه، ويلا داز هادشي الا ما منكش، هادشي الا داز، الا كان اللي غادي شاف دو سيت حاضي وكذا وكذا. يعني عندنا زبابل وكلشي من هاد البروموتور هذا هو اللي دا لينا رزقنا. حنا هادشي كنطالبوا دابا يجلس يدير معنا المحاسبه. لا حنا السادك ملي درنا مفوض قضائي صيفطنا لكل واحد، حنا بحال اللي قلتي خلونا في متاهه، هذا كيصيفطنا عند السنديك، السنديك كيصيفطنا هنايا. ما لقيناش، تبعنا معاهم بدينا باش نبداو في المسطره القانونيه، صيفطنا مفوض قضائي عند الشركه المسؤوله، قال لك اودي حنا ما فرسيتوش لينا الفلوس. جينا عند سكان توفيق، قال العنوان اللي داير لينا شركة وهمية، لأن العنوان كيحطوا الموثق، ما عندوش حق يحط شركة وهمية، عنوان ما كاينش. ملي صيفطنا حنا مفوض قضائي هما كاينين في بارك عكاشة، ما كاينش هذا العنوان، الشركة ما كايناش. يعني الناس ساقت وشرات الديور بسبب ديال الفلوس وخلصت 4020 ديال السنديك. تملص ماشي تملص غير من السنديك، تملص من اي حاجه توقع من دابا 4 سنين، يعني اللي فويت وقعوا ولا شي حاجه. شكون هي الشركه اللي غادي نتابعوها بخدمه ما بعد البيع؟ الاي صافي شكون؟ دايرين لهم 2500 درهم عامين، وحنا تنصب علينا. يعني باش تحط ساكنه مليار وتجي دير لهم بلاير وتخلصوا ب 4000 درهم الشهر، ولي شارج ديال عساس دار بيه مجمع كامل ما يمكنش، خمسه العساسه دار بيه مجمع كامل راه ما يمكنش. داروا لينا كاميرات، خلصنا حنا الكاميرات، حنا قطعوهم لينا من هذا، حتى كاميرا ما خدامه. نتحدى انا دابا البروموتور يخرج يقول لك انا كاميرات، حتى شي وحده السيده نسات غير التليفون ديالها في طاكسي، بغاو غير يزومي والماتريكيل ديال الطاكسي، ما خداماش، ما كاينينش وتخيل ما وهنا تعرفت بان الكاميرات ما خدامينش، ولاو كيجيونا كيهجموا علينا اشكال وانواع. الناس بالهضره خايبه ما كتنعش، هاد لاجون شحال جهدوا يدار مع هذا ومع هذا، بينما ملي كتكون كاميرا كيامن هو على راسه. يعني هنا كنامنوا على بيباننا، ما طلبنا والو، طلبنا حقنا فلوس. هما جلسوا معنا قالوا لنا فوالا راه عندكم فلوس شيطه، سيروا صوبوا دوفيات باش تكون المسائل. صوبنا دوفيات قديناهم على اساس سيباراسيون باش هذا، ويقولوا لنا راه ما كاين لا سيباراسيون، يعني الدرهم ما بغاوش يعطيوها لينا، تكبروا كرشهم بزاف. عاد صادق بانت لهم هذيك المليار صافي، راه يعني وقال كملوا باش شي شطر، الشطر كيبان لي انا كملت غير بهذيك 4000 درهم فلوسنا. يعني انا كنطالب بحقنا المحاسبه، طلبنا
شي حاجه، راه ما قلناش لهم رجعوا لينا 4000 درهم، ولكن تحاسبوا معانا، تحاسبوا معانا، اه تحاسبوا معانا، ديروا معانا قانون، ما يمكنش يدخل السنديك ما يتحاسبش. والسنديك راه ماشي هو اللي شاد الفلوس، راه الناس اللي شادين الفلوس، كيحاولوا انهم يوجهونا، يعوجوا لنا الطريق ديالنا مع السنديك، ولكن راه ماشي السنديك، راه هما اللي شادين الفلوس. انا هادشي الضرر اللي عدد اللي عدي انا ولعدد الساكنه كاملين ديال هذا الحي هذا هو المشكل ديال هذه الشركه ديال جيستيس، اللي هو المسؤول الاكبر هو البروموتور، البروموتور اللي فيرسينا ليه في واحد الحساب ديال سكان املاك التوفيق اللي ما عارفين الساكنه كامله ما عارفها حتى واحد في المقر ديالها. فيرسينا خدينا السوارت جينا نقولوا تنقولوا ان راه كاين واحد الخدمه ديال السنديك اللي هي مزيانه في المستوى وهذه وهذه. جينا ما لقينا لا بالايور لا جارديناج لا حتى شي حاجه. المهم طالبنا باش هاد الشركه ديال السنديك تجلس معنا ودير اجتماع، وطالبنا واحد عطينا واحد جوج مطالب اللي هي السيباراسيون والكاميرات. الجوج ملي قلنا لهم السيباراسيون والكاميرات قالنا فوالا جيبوا الدوفيات، خدمنا على الدوفيات حنا كساكنه، جبنا ارخص ما كاين في السوق ديال الكاميرات في المتناول ديالهم. جبنا الدوفي ديال الكاميرات، جبنا الدوفي ديال السيباراسيون، ملي جبنا لهم قال لك فوالا الفلوس ما بقاوش. ملي قلنا لهم الفلوس قلنا لهم فين مشات الفلوس؟ دابا حنا تنوجهوا الكلام لمن؟ تنوجهوا الكلام للبروموتور، يعني صاحب المشروع. صاحب المشروع. تنقولوا ليه هذه الشركة اللي جبتي حنايا راه. سميت المشروع بعدا. سميتو أملاك البرنوسي خويا. سميتو أملاك البرنوسي، وهذه الشركة اللي ديال السنديك سميتها جيستيس. فيرسينا لها الحساب، تنقول الفلوس فين هي فين مشات؟ الله أعلم فين مشات. بغينا نعرفوا المقر ديال هاد السكان التوفيق. ما كاينش المقر ديالها، شركة وهمية. واو 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 واو. فهمتيني شركة وهمية اخويا. جينا حنايا باغيين، المهم كاين جوج مطالب اللي هي السيباراسيون والكاميرات، نبغي نوجهوا الكلام لمن؟ الكلام نوجه الكلام للبروموتور. هاد الشركة اخويا اللي جتي لينا ديال هاد الشركة اللي جتنا ديال السنديك، راه هادو المستوى اخويا. صافي وشكرا خويا. عندنا مع هاد الناس هو السنديك، انه خلصنا واحد 4020 درهم في الاول وبزز منا، ماشي خلصنا بخاطرنا، انه كتمشي كتبغي تاخذ الساروت الا ما خلص ديك 4020 درهم كيف ما كيقولوا هما ديال السنديك ما غاتاخذ الساروت ديالك. فاذا به خلصنا حنا ديك 4020 درهم، من بعد انه كنتفاجئوا داك كاع داك الشيء اللي كانوا كيقولوا لنا داخله في 24 درهم ديال 4020 درهم ما كاينه منها حتى حاجه. يعني اول حاجه بعدا كيقول لك الجارديناج داك الشيء راه غتمشي تشوف بعينك، داك الشيء كامل ما كيتسقاش ما حتى حاجه. ثالث حاجه سيكيوريتي، سيكيوريتي كيبان لك راه هما كاينين، ولكن الموب اللي فيها انا كنطلع فيه في الليل على الظلام، انه داك الديجونكتور ديال الدروج تسرق ما كاينش. فين هو السيكيوريتي؟ هو الديجونكتور ديال الدروج تسرق، شي نهار غنلقاو مفرقعين الدار وداخلين ولا شي حاجه. اذا شنو الدور ديال السيكيوريتي في هذه الحاله؟ اذا بحال ما كاين سيكيوريتي. سانديك ضعيف، سانديك ما كاع داك الشيء اللي قال لنا في الاول غيدار ما كاين حتى حاجه. يعني الساكنه ما راضياش على هذه الشركه. مشكله والله الا مشكله، وحق الله الا مشكله. ما حنا خويا نطلبوا ديك 4020 درهم ديالنا فين مشات؟ بغينا نعرفوا فين مشات. راه بحال بحال مخلصينها بحال مشات هكاك. بغينا هذوك اللي ساكن في الشطر الاول، حنا يلاه بدينا يلاه الشطر الثاني باقي ما شفنا حتى حاجه. هذوك الشطر الاول فاش تحاسب معاهم قال لي صافي راك ساليتو الفلوس ديالكم. انا في الشطر الثاني حنا يلاه بدينا دابا، انا الله ساكن دابا من شهر ثلاثه مازال ما شفت حتى حاجه، ما كاينه حتى حاجه من هذه التغييرات. الدروج كيتسيقوا مره في شحال، مره في السيمانه ولا هذه، كتلقاهم حالتهم والله اخويا الا كارثه، قسما بالله الا كارثه. الكاميرا كنت صحاب في الاول ما غنخلصهاش هذيك ونخليوها عندهم بالساروش، ما عندي ما ندير بها انايا. واش دابا خلص 4020 درهم بزز منك وفي الاخر ما كاينه حتى حاجه؟ فين مشات ديك 4020 درهم؟ والمشكله مع من غتحاور؟ كتبغي تهضر مع شي واحد؟ ما كاينش، كل واحد كيلوحك لواحد. السنديك كيقول لك لا راه الشركه هي اللي عندها الفلوس، كتمشي عند الشركه يقول لك لا راه السنديك كاين هو اللي مكلف. فاش كتجي تهضر على حقك ولا هذه كيسكتوك، كيمشي شي واحد كيبان لك راه بدا خدام، اين فوا كتسكت الغد اللي كتصبح ما كاينه حتى حاجه. لا فوقكم بعدا معكم نور الدين، واحد من الساكنه ديال الاملاك البرنوسي. بالنسبه للظلم اللي كنتحدث عليه دابا، هو انه بعد هاد الاحتجاجات اللي حنا كل مره كنديروا الاحتجاجات، يعني كنا تقريبا كل مره في السيمانه، يعني النوع ديال الاحتجاج هو انه حنا بغينا غير الحق ديالنا، بغينا غير المطالب ديالنا تحقق. يعني فوالا، يعني حنا نهار دابا تقريبا عامين ولا ساكن، يعني ضروري كيفرضوا لك 4020 درهم ديال السنديك ابار داكشي اللي كتخلص انت ديال الدار. 4020 درهم ديال السنديك، الا كانت هذيك 4020 درهم ناقصه في درهم قسما بالله ما تاخذ الدار ديالك. يعني خصك 4020 درهم تكون مفيرسيه في الكونت ديالهم. هاد 4020 درهم قال لك اسيدي فيها وفيها وفيها وفيها، انا بعدا عامين وانا ساكن باقي ما شفت حتى شي حاجه.
لا سيباراسيون ديال السطوحه لا فهم مينا لا لي زون سيكوريتي. كاين اجون سيكوريتي واحد في كل جي اش. واش خي معايا جاي تشوف السكنه قدا قداش وحلوا البيبان وتراك عارف هنايا السكن هنا شويه فوالا فوالا. حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه من الحقوق ديالنا. انا ما كنعرف حتى شي شركه، انا ما كنعرف حتى شي شركه اخويا. انا كنعرف مول البروجي، البروجي ديال الاملاك البرنوسي. انا نهار غنحط 4020 درهم ولا انا نحط رزقي راه ما جاش قال لي حكا راه غنصيفطك واحد السنديك ولا غنصيفطك واحد فلان. قال لي اعطاني كونت ديال الاملاك البرنوسي اللي هي سكان توفيق. قال لي هاد الناس هادو غتحط لهم 4020 درهم ديال السنديك غتجي غتاخذ السيروت ديالك. لقيتي درها ناقصه ما غتاخذ السيروت ديالك. لا بليبوغ ديال الناس اللي ساكنين هنا باقي ما لقاوش هذيك 4020 درهم منين يجيبوها وباقي ما واخدينش الدور. وفي الشطر الاول كاينين الناس في الشطر الاول وباقي ما كورونا والازمه فوالا. كاينين الناس في الشطر الاول باقيين هنا لي زابارتومون مسدودين في الشطر الاول. علاش ما لقاش هذيك 4020 درهم منين يجيبها؟ دونك باغي ياخذ السيروت ديالو. خصو حتى يعطي ديك 4020 درهم عاد ياخذ السيروت ديالو. حنا عطينا ديك 4020 درهم كاين اللي تسلف كاين اللي باقي دابا لحد الان كيخلص لاطخيت ديالها 4020 كيخلص لاطخيت ديالها. وملي كيجي يشوف هنا السكينه ما كاين حتى شي حاجه ما كاين حتى. انا كنطلب خونا باغي انا رزقي اللي حطيت بغيت نشوفه ما باغي والو. انا المحاسبه داكشي اللي عطينا بغينا نشوفوه. هادشي اللي كاين.